back to my channel. اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب. انا روان داش وانا يوسف داش. انت مين دخلك في الموضوع؟ انت مال امك انت؟ انت مالك؟ انت مال شكلك؟ وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ اظن كده ان انا مش محتاجه اقول لكم فيديو النهارده عن ايه، لانه زي ما بيقولوا كده الجواب باين من عنوانه. متحمسه جدا 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 لفيديو النهارده، لانه هنجرب مع بعض كل جميع انواع النودلز الكوري الموجوده في السوبر ماركت. حرفيا يا جماعه رحت جبت كل الانواع اللي كانت هناك، كل واحده فيهم على فكره ليها نكهه مختلفه عن الثانيه تماما. سو انا متحمسه جدا جدا لانه النهارده هنجربهم كلهم مع بعض. انزلوا دلوقتي كلكم في الكومنتس واكتبوا لي ايه اكتر نوع نودلز او اكتر نوع اندومي انتوا بتحبوه علشان اجربه. وقبل ما نبدا مع بعض ونجرب كل النودلز دول، عايزاكم تنزلوا دلوقتي حالا تشتركوا في القناه علشان نوصل للمليون. نقدر نوصل للمليون في اقرب فرصه. سو انزلوا كلكم دلوقتي اعملوا اشتراك في القناه وفجروا كده زرار السبسكرايب. وتحدي النهارده ليكم ان انتوا توصلوا الفيديو ده ل 50,000 لايك. سو انزلوا دلوقتي حالا اعملوا لايك. تخيلوا ان انا بصور لكم الفيديو ده يا جماعه في وقت السحور، فالساعه دلوقتي تقريبا كده 1 بالليل، وعندنا هنا 1 2 11 نوع نودلز هنجربهم مع بعض. سو الفيديو ده مش عارفه هياخد كام في التصوير، فيلا بينا نبدا الفيديو. اوكي جايز، سو خلونا نبدا ونجرب اول نوع من النودلز. سو هنا عندي اربع انواع في كوبايه، دول بحس هبدا بيهم لانه اسهل في التحضير، وهي دي اول واحده هبدا بيها اللي هي النودلز بطعم الكيمتشي. انا مش عارفه لو بقولها صح ولا لا، كيمتشي. لو ما تعرفوش ايه هو الكيمتشي، الكيمتشي نوع من انواع المخللات الكوريه، وهو عباره عن مخلل كرنب، ودي على فكره اشهر حاجه تقريبا في كوريا. سو الاندومي دي بطعم الكيمتشي، ربنا يستر هيكون طعمها عامل ازاي، صراحه ما عنديش اي فكره، فخلونا نحضرها. اوكي سو من جوه فيها الشوكه دي اللي حرفيا هرميها في الزباله، وفيها كمان الباودر ده هحطه فوق الاندومي دلوقتي. اوه ريحته تحسوه طعمه حادق، مش عارفه ريحته حلوه على فكره. دلوقتي هروح احطها في المايكرويف 3 دقائق وهرجع لكم علشان نجربها مع بعض. اوه ريحتها غريبه جايز، عارفين ريحتها ايه بالظبط؟ اقسم بالله ريحتها محشي كرنب. طبعا عندي هنا تشوب ستيكس على امل يعني ان انا اعرف استخدمهم، بس برضو معايا شوكه علشان 99% مش هعرف استخدمهم، بس هنحاول يعني هنحاول. اوكي خلونا نجرب. سبايسي. اوكي انا ما كنتش عارفه ان هي سبايسي قوي كده، بس جت حراقه قوي. لا صراحة جايز طعمها يجنن، حبيت يعني بصراحة كده في الأول ما توقعتش خالص إني أحبها، بس جايز طعمها يجنن. واو نفسي أخلصها الصراحة، بس مش هعمل كده أكيد علشان مشبعش، فأنا هديها 10 من 10. أنا مش عارفة إزاي النودلز وصلت لمناخيري، بس هي وصلت لمناخيري. اوكي جايز، سو النودلز اللي هنجربها مع بعض بعد كده انا الصراحه متحمسه لها جدا جدا وعايزه اجربها من زمان، وهي النودلز دي اللي بطعم الجبنه والفراخ. اول مره في حياتي اسمع عن نودلز بطعم الجبنه، يعني عمركم سمعتوا عنها؟ انا الصراحه ولا مره سمعت عنها ولا مره جربت حاجه زي كده. هو ده شكلها، شوفوا ازاي شكلها حلو قوي. سو ان شاء الله كمان يكون طعمها حلو. مكتوب عليها من هنا سام يانج، وهنا مكتوب عليها هوتشي 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 تقريبا هوتشي يعني جبنه بالكوري، صراحه مش عارفه. جايز دي طلعت بنكهه الجبنه والفراخ المولعه اللي هو سبايسي. انا الكيس ده قلقني مش مرتاحه له. شايفين اللون جايز؟ جايز ريحته شطه، عارفين الشطه؟ بجد لا الجبنه ريحتها بالمره بالمره مش حلوه. ماي جاد جايز ريحتها فظيعه، اقسم بالله ريحتها فظيعه، مش عارفه ازاي هدوقها. انا مش عارفه بجد ليه ريحتها كده. انا المفروض اجربها من غير ما اشم على فكره، لانه بجد الريحه ما تشجعش خالص. فين الطعم؟ لا بجد فين طعم الجبنه؟ يعني هو الحمد لله ان طعم الجبنه مش باين، بس انه فين طعم الجبنه؟ اوكي لحظه، سبايسي 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 سبايسي، مولعه مولعه بجد. طعمها شطه، يعني هو ده طعمها شطه، بس كانكم بتاكلوا شطه. جايز شايفين ازاي عيني احمرت؟ انا بالنسبه لي هديها 1 من 10. بعد كده يا جماعه في عندنا المصيبه الكبرى اللي هي النودلز الحراقه دي. انا الصراحه مش عارفه انا ليه جبتها، بس انه قلت اخلي عندي ضمير ولما اكتب انه جربت كل انواع النودلز ابقى فعلا جربت كل انواع النودلز اللي كانت في السوبر ماركت. سو كان لازم اجيب دي. دي مكتوب عليها
بولدك مكرونة رامن بنكهة الدجاج الحار. ودي برضو على فكرة مكتوب عليها من هنا هوتشي، فتقريبا هوتشي مش يعني جبنة، تقريبا هوتشي يعني حراقة. مش عارفة ليه مخي بيقول لي ان الكوباية ممكن تكون السبايسي بتاعتها مش قوي يعني للدرجة دي، بس هنشوف مع بعض. اوكي يا جماعه، انا جبت لكم المطبخ كله هنا، وهصب دلوقتي الميه السخنه على الاندومي. انا الان ريحتها شطه. اوكي هي تقريبا كده استوت، فخلونا نجرب. اشهد ان لا اله الا الله. هي جت على وشي. او ماي جاد، وشي لا 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 لا، والله بجد يا جماعه مش بهزر، سبايسي. من كتر ما انا قاعده باكل النودلز طعمها حراق يا جماعه، ما بقتش حاسه بحاسه التذوق بتاعتي، ما بقتش حاسه ببقي. لا صراحه يا جماعه، دي فعلا هديها 1/10 قد ما هي سبايسي، وتقتل فعلا تقتل. اخر نودلز على شكل كوبايه هنجربها النهارده هي النودلز دي، اللي شكلها يجنن قوي يا جماعه. لونها بينك، لونها حلو قوي، بس احنا عارفين خلاص انه في الفيديو ده المظاهر خداعه، فمش هنحكم على حاجه بشكلها. مكتوب عليها هوتشي، ومرسوم عليها برضو من هنا جبنه، فانا مش عارفه هي بنكهه الدجاج ولا الجبنه، هنكتشف مع بعض. جايبها لكم وهي بتغلي، سو دلوقتي هنحطها على الاندومي وهستنى عليها كده شويه لحد ما تستوي، وبعد كده هنجرب مع بعض. صراحة ريحتها مش وحشة قوي زي التانيين، فبحس انه ممكن تطلع حلوة، ممكن برضو لا، محدش عارف. واخدين بالكم ان انا النهاردة عارفة استخدم الشوبستيكس؟ طبعا كالعادة اتعودتوا عليا. سبايسي، بس السبايسي بتاعها مش بشع زي التانيين، بس برضو في نفس الوقت حراقة. بس بالنسبة للطعم صراحة مش عارفة، حسيت ان طعمها يعني لا حلو ولا وحش، فانا شخصيا هديها 3/10. اوكي دلوقتي هنشيل النودلز دي كده على جنب، وهنجرب دلوقتي النودلز اللي جوه الكيس. هبدا كده بطريقه عشوائيه، سو هبدا بالنودلز دي. هو ده شكلها، ومكتوب عليها من هنا كده سو تا، مش مكتوب عليها اي تفاصيل تانية بالانجلش، سو اعتقد ان هي بطعم اللحمه الحراقه، لانه مرسوم عليها من هنا لحمه كده مع شويه خضار وفلفل. دي هنحتاج نطبخها في المطبخ، سو هروح دلوقتي المطبخ اعملها وبعد كده هرجع لكم. خلصنا النودلز واخيرا، وهو ده شكلها بعد ما استوت. صراحه شكلها يشهي جدا، الحمد لله ان احنا خلصنا من مرحله السبايسي، لانه تقريبا الاكياس دي كلها ولا واحده فيهم سبايسي، سو انا مبسوطه جدا. خلونا نجرب. اوكي انا قلت لكم ان هي مش سبايسي. ها او ماي جاد، اتصدمت. اوه واو، مش سبايسي خالص الصراحه خالص. بالنسبه لطعمها، طعمها حسيت ان هو عادي يعني، لا حلو قوي ولا وحش قوي، مع انه كان مرسوم عليها لحمه من بره، بس انا حسيت ان هي طعمها فراخ. انا بالنسبه لي هديها 4/10. لسه باقي عندنا هنا 6 انواع من النودلز، فالنودلز اللي هجربها بعد كده بفكر اجرب السي فود دي، نودلز بالسي فود، عمري ما جربت حاجه زي كده قبل كده، سو بحس خلونا نجرب دي. اوكي مش مكتوب عليها هوتشي، بس ممكن تطلع هوتشي في الاخر. او ماي جاد، لا لا لا، اقسم بالله مش قادره، ريحتها فظيعه. ريحتها يا جماعه سردين بايت بقاله 90,000 سنة، وبعدين حاطين فيها حاجات غريبه، يعني ايه ده مثلا؟ ايه ده؟ حد يفهمني ده سمك ده ولا ايه؟ يا الله انا مش عارفه هدوق البتاعه دي ازاي. زفره 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 بطريقه مش طبيعيه. اوه، لا انا هجرب حته صغيره بس. لا، طعم سمك ناي حرفيا، استغفر الله العظيم، اكيد نعمة ربنا، بس لا طعم ولا ريحة ولا لون ولا شكل ولا اي حاجة، 0/10. عايزة اطلع واحدة من النص كده واجربها، سو هي دي اللي هعملها بعد كده. دي اسمها غريب جدا الصراحة، مكتوب عليها تشاتشاروني، تحسوها كلمة إيطالية تشاتشاروني، فهروح دلوقتي أحضرها في المطبخ بسرعة وأرجع لكم. أوكي جايز، سو البلاك بين نودلز بقت جاهزة، وهو ده شكلها، شوفوا ما أحلاها، الريحة تجنن، سو أنا متحمسة جدا إني أدوق.
لذيذة جايز، طعمها يجنن صراحة، ما توقعتش كده. لا صراحة حبيت طعمها البلاك بين نودلز، وبحس ممكن ارجع اعملها تاني. سو دي بحس هقيمها 9/10. هاخد شوية كمان لانه عجبتني قوي. اوكي، في عندنا بعد كده النودلز دي اللي هي بطعم الجبنة. التانية كانت فراخ وجبنة، بس دي بس بالجبنة. مش عارفة احس ايه صراحة تجاه دي، لانه التانية اللي بالفراخ والجبنة ما عجبتنيش خالص، فمش عارفة لو دي هتعجبني ولا لا، بس خلونا نشوف. اوكي جايز، سو هي دي الاندومي اللي بطعم الجبنه. وعايزه اقول لكم انه فعلا الفيديو ده متعب جدا، لانه كل شويه قاعده بقوم بعمل الاندومي وبعد كده برجع لكم. سو حطوا لايك واعملوا سبسكرايب. هو ده شكل الاندومي اللي بطعم الجبنه، وعايزه اقول لكم انه فيها جبنه كتير جدا، فمش عارفه لو انا حابه الحاجات دي ولا لا. شكلها ما يشجعش الصراحه، يعني مش هكدب عليكم. استغفر الله العظيم جايز، ريحتها بالمره بالمره. لازم نجرب. بالمرة مش حلوة، بالمرة استغفر الله. الملمس بتاعها كده مش حلو، معجنة طرية كده. لازم الاختراع بتاع الاندومي بالجبنة ده يموت، لانه ابدا مش حلو. ديها 0/10. كلهم 0/10. اللي بعده، في عندنا بعد كده النودلز دي اللي هي انا مش عارفة هي ايه الصراحة. بلاش فلسفة، يعني كله مكتوب بالكوري. دي مكتوب عليها نيوغوري راميون. الكوري بتاعي حلو، فظيعة في الكوري. مرسوم عليها تقريبا قطة بتعيط او بتصوت، ومكتوب عليها هوت. دي برضو على فكرة بطعم السي فود. المهم هروح دلوقتي اعملها وهرجع لكم علشان نجرب. يا حشرة والدهل. طيب يا جماعة، انا لسه واخدة بالي دلوقتي ان انا اغبى انسانة في التاريخ كله، لانه تخيلوا النودلز اللي بالسي فود جبت منها 2، هما نفس الطعم ونفس الريحة المقززة استغفر الله العظيم، وجبت منهم 2 لاني ما كنتش اعرف ان هما نفس الحاجة، نفس الريحة بالضبط، ريحة سردين معفن. والله العظيم حتى الكلاب اللي في الشارع مستحيل ياكلوها، فعلا ريحتها وحشه. طبعا مش هعمل كده في نفسي واجربها تاني، لانه اوريدي جربتها ورجعت وما قدرتش خالص، فمش هجربها تاني. باقي عندنا هنا اخر 2، سو هنجرب دي. دي نودلز بطعم الكيمتشي، وطعم الكيمتشي في الاول خالص لما جربته عجبني، سو انا متاكده ان دي هتعجبني. انا متحمسه جدا اجربها، ان شاء الله تطلع حلوه، وخلونا نروح نعملها. اوكي، سو النودلز اللي بطعم الكيمتشي بقت جاهزه، وصراحه جايز طعمها لسه ما جربتهاش. ريحتها حلوه قوي، وكمان شكلها حلو قوي، سو خلونا نجرب. انا بحس هتعجبني. مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه اقول ايه بجد. انا فعليا ما قدرتش اخليها في بقي اكتر من 3 ثواني، وكنت هرجع. الملمس بتاعها لا لا لا، اي حد بيقرف من الملمس اللزج ده بجد يا جماعه ما يجربش النودلز الكوريه، لانه هيرجع. بليز حد يقول لي ان مش انا الوحيده اللي بقرف من ملمس النودلز الملزق اللزج ده. بليز اكتبوا لي تحت في الكومنتس لو انتوا كمان زيي. دي مش هقيمها، لانه انتوا شفتوا الرياكشن بتاعي يعني، فمش محتاجه اقول لكم ان هي صفر. وهي دي اخر نودلز عندنا هنجربها النهارده، اللي مكتوب عليها سابورو ايتشيبان. تخيل دي تطلع شتيمه. ما عنديش اي فكره الصراحه الكلمه دي معناها ايه، بس اوكي. او ماي جاد جايز، مكتوب عليها من هنا ان هي بطعم طحالب البحر، او فيها جواها يعني طحالب البحر. يا ريتني ما قريت كده، بجد يا ريتني ما قريت. كنت متحمسه في الاول اني اجربها، بس دلوقتي الحماس راح من 100 لحد 0. المهم خلونا نروح نعملها. اوكي جايز، سو نودلز الطحالب بقت جاهزه. طبعا شكلها مش مقرف خالص، مع انه هي بالطحالب، بس مش باين عليها خالص شكل الطحالب. هو ده شكلها. او ماي جاد جايز، ريحتها حلوه، تصدقوا ريحتها بالظبط شيبس ليز بالطماطم، انتم متخيلين؟ ايه ده؟ اوه الطحلوبه. الطحلوبه. ربنا يستر وتعجبني، فخلونا ندوق. مش قادره اصدق ان انا بقول كده، بس صراحه جايز صراحه صراحه صراحه
طعمها حلو. ما حسيتش خالص ان هي مثلا طعمها غريب او فيها اي حاجه غريبه. انا بجد مصدومه ان طعمها عجبني لانها نودلز بالطحالب حرفيا، بس بجد طعمها حلو. طعمها شبيه شويه لريحتها اللي هو ليز بالطماطم، سو لو بتحبوا طعم الليز ده هتحبوها. انا هقيمها 8 من 10، بس لانه مش انه واو، بس حلوه عادي. وبكده جايز نكون خلصنا كل جميع انواع النودلز ودقنا كل النودلز مع بعض. انا حاسه ان ده اطول فيديو عملته في حياتي. اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر نوع نودلز حبيتوه في الفيديو ده وانتوا حابين تجربوه بنفسكم. اعملوا لايك كبير على الفيديو ده علشان نوصله لاكبر عدد من اللايكس، وكمان اعملوا سبسكرايب علشان نوصل للمليون في اقرب وقت ممكن. وبس جايز، ثانك يو سو ماتش فور واتشينج. بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجايه. باي جايز.